حصل في يوم من الأيام، والحكاية دي من زمان شوية، الراجل جمع ولاده وجمع أهل البلد وقال لهم: يا جماعة عايزين نعمل حاجة تخدم كل الناس. قالوا له: يعني إيه؟ يعني إيه الحكاية دي؟ قال لهم: يعني عايزين نعمل اختراع يفيد كل الناس. اختراع؟ اختراع الكلام ده على فكرة يا ولاد قبل ما يخترعوا الراديو والتلفزيون والموبايل والسينما والمسرح والحاجات دي كلها. قعدوا يفكروا. يلا فكر وياي كده، فكر وياي، يلا كل واحد هيقول اختراع نعمل حاجة تفيد كل الناس. ها ها ايه؟ ها الكاميرا، والكاميرا الايه؟ فرشة السنان. فرشة السنان. ها الصابونة. برافو، سقفوا له تسقيفه كبيره قوي بقى، كبيره قوي. ففكروا يخترعوا الصابونه، اختراع جميل. عمل الصابونه كده مربعه، يلا اعمل زي كده مربعه كده، وبعدين جاب ورقه راح مغلفها، وكل صابونه يعملها في المكبس، يلا اعمل المكبس، وياخد الصابونه وبعدين يغلفها بورقه مش كده، وبعدين يجيب كرتونه، هات كرتونه، يلا ويرص، يلا رص وياي، واقمع اللزق كده، خلاص بقت الكرتونه دي فيها 36 صابونه. قعد يعمل كده والناس بقت مبسوطه خالص بالاختراع بتاعه، وقالوا: الله الله، ده اختراع حلو خالص، ده اختراع بينظف ايدينا وبنستحمى بيه، ولما ايدينا بتتوسخ من حاجه بنغسلها ونغسل بيها الكوبايات والاطباق والحلل، حاجات جميله خالص. وبعدين الناس بعد ما كان عنده مصنع صغير قد كده، شوف المصنع اعمل زيي، المصنع قد كده، الناس عايزه صابون كتير، راح عمل مصنع ايه؟ قد كده، وبعد كده ها مصنع اكبر واكبر، وبعد كده ها اخبط في اللي جنبك، يلا المصنع كبير قوي. وبعدين الاول كان بيعمل الحاجات كلها بايده والعمال مش كده، يعمل المكبس، يلا مكبس، وبعدين ياخد الصابونه ها يلفها، وبعدين ها يحطها في الكرتونه ويرصها. فالناس ايه طالبين منه؟ صابون كتير 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 كتير، يلا كتير 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 خالص. واحد جه قال له: ايه رأيك بدل ما تعمل الصابونة وتلفها بورقة، اعمل لها علبة صغيرة وحط الصابونة فيها، عارفينها شكلها، هات علبة صغيرة كده وحط بيها الصابونة واقفلها. قال: دي فكرة حلوة قوي. فعمل كده وجاب علب بقى يحط فيها الصابون، لكن الناس عايزة صابون كتير وكتير وكتير وكتير. فقال واحد قال له: ايه رأيك في مكنة بتشتغل حلو خالص، المكنة تعمل كل حاجة بدل المكبس، والمكنة تاخد الصابونة وتحطها في العلبة وتلف، والصابون ده يجي عليك بس ترصه في الكراتين. قال: الله. فراح اشترى مكنة كبيرة قوي، يحط عجينة الصابون من هنا تطلع من الناحية التانية في علب صغيرة، والراجل بقى يطلع انتاج كبير خالص وكتير خالص، لغاية ما جت المشكلة دي، مشكلة صعبة خالص. لا مش الكهرباء. المكنة بوظ. نعم؟ المكنة بوظ. لا المكنة شغالة وزي الفل. لا الصابون مخلصش. الماك هقول لكم مشكله غريبه قوي، مشكله غريبه خالص خالص خالص. نعم لا الناس بتستخدم خالص، حد ما استغناش على الصابون. ايه المشكله؟ الراجل اشترى الكرتونه اللي فيها كام كرتونه؟ 36. وفتحها لقى فيه 32 كرتونه صغيره جواها الصابون، وفي 4 كراتين ما دخلش فيها صابون، اتقفلت على الفاضي. واخدين بالكم من المشكلة؟ هذه الكرتونة فيها كام؟ 36. لا فيها ايه؟ 32. فيهم ايه؟ فيها صابون. والتانيين ايه؟ 4 كرتونات صغيرة ما فيهاش الصابون. فجه يتخانق وياه: انت يا عم بايع لي الكرتونة فيها 36 صابونة، انا ما لقيتش فيها غير كام؟ 32.
آخ. طب يعمل في المشكلة دي إيه؟ ويحلها إزاي؟ طب يعمل إيه؟ ده بقت المشكلة دي تتكرر، الناس تشتري الحاجة ويلاقوا العلب فاضية، يشتروا الصابون ويلاقوا العلب فاضية، والناس بقت زعلانة، وبقى كل واحد يجي يتخانق وياه. فجاب المهندس اللي عمل المكنة قال له الحقيقة عشان أصلح لك العيب ده في المكنة أنا عايز تدفع لي 200,000 جنيه. قال له ياه، عشان المشكلة الصغيرة دي أدفع 200,000 جنيه؟ فضل الراجل قاعد زعلان يفكر كده يحل المشكلة دي إزاي. تعالوا راجع وياكم عشان نفسي انتوا تقولوا الحل. الحل حلو قوي، خد بالك العجينة هوت اعجن ويايا بتعجن كويس، وهيجي الايه مكبس يطلع الصابونة، تيجي الكرتونة الصغيرة يحطها فيها، دي المكنة اللي بتعمل كده، تطلع من هنا ايه كرتونة صغيرة علبة صغيرة فيها الصابونة، يروح الناس ياخدوها ويرصوها في الكرتونة الكبيرة. ايه بقى اللي بيطلع كراتين علب صغيرة ما فيها الصابون؟ وازاي نعالج المشكلة دي؟ الراجل عرض عليه حلها ب200,000 جنيه. انتوا تعرفوا تحلوا المشكلة دي؟ فكروا بس عشان نفسي انتوا تقولوها. يلا يا إريني. نشتري زي سنسور كده يحط اول ما العلبة تنزل يزمر لو ما فيهاش صابون. سنسور. قربتي. قربتي. قربتي خالص. ها؟ بس عايز اقول لكم ايه، المكنة بتشتغل بسرعة خالص 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 عشان الناس عايزة تشتري صابون كتير خالص خالص خالص، فعلشان كده محدش بيلحق. ممكن يبيع المكنة دي ما يجيبش فلوسها، ما يجيبش الحكاية بتاعتها. اه بس هو بيقفل الكرتونة وبتروح وبتطلع كراتين كتيرة خالص. ايوه لو هيجيب مكنة كده تعدي عليها الصابون كراتين، لو ما فيهاش اي حاجة يبقى تنزل في الكرتونة تانية يعيد. الفكرة كويس، بس انا اقول لكم بقى، جاله عامل صغير وقال له انا احل المشكلة دي ب100 جنيه بس. قال له معقول؟ ده المهندس بيقول تتحل المشكلة ب200,000 جنيه. طب ايه المشكلة تتحل ازاي؟ حكى له الحكاية. قال له ادي الصابون بيتعجن، ها؟ وبعدين يتكبس ويطلع يمشي 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 يمشي، اعمل زي كده بسرعة، وبعدين يجي يتحط في العلب الصغيرة بسرعة، كويس؟ وبعدين تمشي 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 تمشي، وبعدين تنزل في الكرتونة الكبيرة، مش كده؟ قال له ايه؟ قال له حط مروحة هنا. مروحة؟ مروحة؟ المروحة بتاع العلبة الفاضية هتبقى ايه؟ خفيف؟ نروح المروحة مطيراها. واخدين بالكم؟ يعني صف الصابون ماشي، العلبة الفاضية هتبقى خفيف، روح الهواء مطيرها، والمليانة هي اللي هتنزل، هيكون في النهاية اللي ينزل كله هو المليان. خلاص؟ القصة خلصت لغاية كده، بس أنا هكمل وياكم حاجة تانية. الولد الحلو اللي زيكم أو زي البنت الحلوة راحوا للأستاذ بتاعهم، قالوا له يا أستاذ هو الآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله يعني إيه؟ يعني ربنا لما بيجي يتعامل ويانا بيجيب كل الحاجات يحطها في حاجة بتعجبني حاجة ما تعجبنيش، وحاجة شوية صغيرة وحاجة شوية كبيرة، كل الحاجات دي ربنا بيعملها ويبعضها ويطلع منها خير للإنسان. قال له يعني الدقيق ويا الزيت ويا الصودا الكاوية لما يخلطوا ببعض يعملوا صابونة نقدر نستخدمها، نقدر نغسل بيها ايدينا ونغسل بيها وشنا ونستحمى بيها. ومن هنا صار الصابون اختراع يغطي احتياجات الانسان كلها، وصار بيشرح لنا الآية اللي بتقول ها كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وكمان مرة كل الأشياء
والآية دي موجودة في رسالة روميا 8:28، فبنقول عليها روميا 8:28. يلا نقولها بقى بنشاط كده، كل الأشياء